مرحبا، رجعت لكم بفيديو جديد. اليوم راح أشوفكم كيف تدمجون أكثر من فيديو باستخدام شورت كات. بالبداية راح نجي للأوبن فايل، بعدين راح نروح لمكان اللي فيديوهاتنا موجودة بيها. هاني فيديوهاتي موجودة بالزوم، هذول الثلاث فيديوهات راح أدمجهم سويا. راح أسوي لهم سيلكت بعدين أوبن، هما راح يجون لي هنا. لا فكرة، هذا أول فيديو، هذا ثاني فيديو، هذا ثالث فيديو. أنا راح أجيب هذا الفيديو في البداية، بعدين راح أحط هذا جنبها، وبعدين راح أحط هاي هنا. هسه ثلاثتهم يعني ترتيبهم إيش راح يكون؟ أول فيديو لقلم بإيدي، ثاني فيديو اللي هذا الطفل يطلع بيها، وثالث فيديو هو هذا. بعدين إيش راح أسوي؟ راح أعمله إكسبورت، بعدين راح أقول لها إكسبورت فايل، وراح يقول لي وين أخزنه وإيش اسمه. راح أسميها فيديو، اللي يكون اسمه فيديو، تنخزن بالدوكيومنت سيف، وهنا راح يطلع لي ايش قد وقت ياخذ لحد ما يسوي الفيديو الكامل. هنا من يصير 100% يعني خلاص سوى الفيديو. إذا تريد تباوع على فيديو مالتك هنا تقدر تشغلها وتباوع عليها إيش راح يكون الفيديو. هسه خلص، راح نروح للدوكيومنتس ونشوف الفيديو. دوكيومنتس هنا، هذا هو الفيديو اللي احنا سويناه. هذا أول مقطع، هذا ثاني مقطع، وهذا ثالث مقطع.